طب سور على الارض يا عم، هدول ولاد دول من خد شو ما بضبون اهله ما بضبون. بونجور يا زارا. يي اهلا سليم، يي في تزيلني. ها شو اخبارك؟ خبرينا. الحمد لله ماشي الحال. انتو كيفكم؟ كيفكم؟ كيف هالولاد؟ شو انا ما عم بعزبوك يعني. ماشي الحال ماشي الحال ماشي. عندكم عيد بهالبيت من غير سار؟ عيد مين؟ لا يا عم سكت اليوم على بكره. شفت نبيل جوزها لفاديا، دخلك ما اسالوا ايه؟ قال فاديا مدري شو بها، عامله ديبرسيون ما ديبرسيون. قال شو اليوم عيدها كمان؟ قال لي بشرط نتالي بليز طلعوا لعندها عيدوها هيك سيروها، حرام ضايقه ومزعوجه. حرام فادو حرام. شفتي؟ انا قلت بخد لها يلا مثل عيدها، بخد لها جاتو بطلع. بتطلعي؟ والله عفيكي نطلع ما عندي. يلا بقول لها جايبته انا وياك الجاتو. منيحه فكره. يلا اوكي اوكي. بس تيجي هالاسفار. انا فاديا شريعة ماما. هاي شي مرة يا عمي والله بيجي صوب حدا، لا بتعاطى مع حدا، لا بيأذي حدا. هلا صحيح اني ايام بلعلي شوي وبنقول شوية حكي وبخرب بيوت هالعالم ونص نسوان الحي مطلعين من وراي، بس كله بدون انتباه يا جماعة، كله عطيه بتقلب بعمله. مزبوط ايه ولا لا؟ يعني مزبوط شفتي؟ طب مليها الحياة، مليها لا لا مليها الحياة، مليها الحياة، مليها الحياة، تكوني ما حدا يحكي معي. يا فادي روقي يا فادي، ما كنت عارفة انه بدك تعمري 44؟ بلا عارف، حاسه كنت حاسه انه بده يصير عمري، حاسه انه في شيء. هاي ال 44 حاسه انه بدها توصل بس مش عارفه رح تضيق على قد. هيدي اكيد صايبه عين، اكيد صايبه عين. كل سنه اكبر سنه في صايبه عين بدها، واللي قهرنا انه كل سنه بزيد التاريخ. معقول 17 شباط كل سنه؟ تبلي شو كيف فيك؟ اكيد طيب دخلكم ما حدا يحكي عيدك هيدا. شو بك؟ ما تجيبي لي، ما تقولي هالكلمه هيدي، ما تقولي. طولي بالك طولي بالك يا فادي، طولي بالك. لازم يعملوا حل يا عمي، لازم يلاقوا الدولة تلاقي لنا حل. يا حبيبتي ما بعرف يعملوا، يعملوا شيء، يعملوا ضريبة العمر مثلا، ضريبة على العمر. كيف يعني؟ يعني بدل ما يعملوها ضرايب بلا طعمة وشلفات واشياء مش منطقية، كهرباء وتليفون ومي يطلعوا مصاريف وما بعرف شو يرغموا الاشياء، يعملوا ضريبة العمر بدل ضريبة الدخل، في أحلى منها. طب كيف؟ يا حبيبتي مثلا أنا عمري فرضا 40 سنة. بيجي علي 20% ضريبة عمر، احسبي قد ايه بيطلعوا؟ 32 سنة. ايه في أحلى منا، بصير عمري 32 سنة. روح عند المختار خيي هاي تذكرتي 40، ما دام عليك 20% ضريبة عمر. مزبوط ايه ولا لا؟ تك بيخصم بينزل 32 بيختم لي اياها وارتحنا وخلصنا. فيها منطق مش منطقية يعني. طب حدا يحكي العالم وين؟ حدا يقول؟ حدا يحكي؟ أنا فادي شيرة 44 مش معقول. لا 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 فادي، لا 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 الواحد ولما الواحد يكون منحوس عدا عن ال 44 سنة والعيد. امبارح فرد نهار ثلاثة قالوا لي طنط. لا في ناس حظات المسألة أبلا، هذا هاي هاي المصيبة. طيب وين وكيف؟ وين وكيف؟ لك بنفس البناية بعد ما ضعت من بنايتي قبل الضوء. نازلة محسوبتك، أنا زبطت حالي ونازلة بالأسانسير. فتحنا باب الأسانسير طلع بوجه ابننا لهي الحي كمالية بالزادي جانو. قلت له بونجور جانو. قال لي بونجور طنط. ما لحق كفيها ما يعني وصل طنط، هي عشورة هذا نمرود مثل أمه. طنط قصيري انا ليه هيك شوي عند قرد؟ لو طنط تطويلي نص مصيبة. ما كمل الطنط جيش بيطلع اياها ديريكت هيك هيك، هدول الاربع الاربع سنين طق 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 دغري دغري. ايه صار الطنط؟ قلت له ما تاخذني مش بقصدي. قال لي بسيطة مثل مثل الطنط وتي طويلة انه عم يتنمرد. ايه تي طويلة غيرها. ما لح يخلص التي شيل جزدانك البنة يا فادي، هذا مع البكل الحديد شارينه انا وياك عرفتي؟ بكل الحديد هيك وجيت وطرش طرطق طرقته اياها هيك على السرير التحتانيه ولبت بالارض الصبي من كتفه. من كتفه؟ ايه. كيف يعني؟ شو هلا انه من كتفه يعني؟ لا من ايده لا من اجره، من كتفه. عم تعلوا على شغلي وانا عم خبركم. طيب كفي هلا. اشد بالارض؟ إيه؟ انا انه كمان يي بدون انتباه وحاطط جسر حديد. ايه حاطط ارك حديد. إيه؟ وانا شبعته ببكله الحديد. ايه قلت له انا يي طلعت الحمد لله على السلامه، يلا حديد بحديد انه الحديد بيتصلح، ما هو ما حدا بوشي.
قال لا صراحة أنا بدي أطلب خبير، ما راح اثنين الصبح. أنا بدي أطلب خبير. يا عمي لشو ما بتحرز يعني؟ صدقيني أنا البكلة مكسرة أو ماشي بالبولش يعني القصبة تتكسر. قال لا بدي خبير. يا الله الله. طلبنا خبير. شلنا الارك الحديد وبكلة الجزدان الحديد على جنب، علمناهم بطبشورة وزحناهم، الناس بدها تمروا مع هذا حبيب الاسانسير عرعل، هيك صار المدخل هيك. بقى ناطرين الخبير، وصل لحضرته هذا الخبير، ليش تكذب عليك نتبي؟ يمكن اصغر مني بشي سنتين او سنتين ونص مش اكثر، ضميرية. وحياتك انت. وفايت مبسوط حامل كاميرا يا ما هو بده يصور. ايه؟ وعلى الوصل الحمد لله على السلامة، طنطو طا ما خليته كفية. بيعول الأربعة ومن هالكاميرات الكبار ويجي بلعة مع محسوبي صار كل ما ضحك يبين الفلاش وزكسكو أنا بيضحك وهالفلاش يتقس وطا طا طا ولعدنا اشتغلنا فيه بدنا نشيل الكاميرا من أصحابها ومدري شو بالغيب فوتت مين؟ مين؟ بيو لجنو جوزة لكمالي هاد الحية فايت البيت طلع شايف جنو هيك محرعرين سنين وعن الأرض قالوا لملمون يجمعوه ونخوي بس لما شاف بكلتي قديش مكسره وهيك لاني متضرر اكثر ما عاد له عين يحكي شيء الحمد لله على السلامه ست فادية واذا بتحبي تطلعي تتفضلي لعنا تنتفاهم هو قال لي هيك نتالي ايه. هون قلت خلص بابا بده خرمت عليه ليش شو صار؟ ليه عم بيقول لي طنط ما بيكفي ما اكبر مني بيقول لي طنط وين قال لي طنط؟ لو كيف ما قال لي طنط يا حبيبتي؟ وين قال لك طنط؟ يا حبيبتي ما انا هو بعرفهم انت وحده كل ما كبرت بتصير تنتبه كيف الناس بيصيروا يمرقوا لهيك التبيس من تحت لتحت قال لي تفضلي اذا بتحبي اطلعي لعنا طنط فاهم شو هاد بالكل عقلك طنط فاهم؟ طنط فاهم قاصد انه طنط فاهم علي عم تبرق انا هون غبت عن الوعي ما غبت جيت بدي اغيب زعلت قلت ليه يا بنت بدك انت تغيبي عن الوعي هو يروح وابنه يسربوا مبسوطين لا تلبجي شبعته ضربه هون على هول ما بعرف شو بيقولوا هول العروق يلي بتدغري شبعته يا هيك غيب عن الوعي دسيت النبط اكدت لقيته غيب ورجعت انا وما تحملت صدمه غبت عن الوعي هاي الحاله غبت عن الوعي وغيبت هون بسيطه يا عمي روقي الحمد لله على السلامه ثلاثه طنط فرد النهار ما حدا قالها هيك يعني هلا خلص فادية لازم تروقي طولي بالك نحن جايين تنعيدك فادية عيدك اليوم عيدك وجايبين لك جاتو كمان ما بعد تذكروني يا عمي يلا هابي بيرثدي تو يو ايه لحظة شو هيدا؟ شبكة جاتو لعيني جاتو شو هيدا؟ هيدا قالي بجاتو ولا قالي بشمع شو هول الشمع هيك كانت قالي انتو رفعت اللي قتلوا فيي 50 شمعة شو هول جايبينهم؟ ولا لا بعد ناقص تشيلوا هول الشمع هيك مثلا سوري بالاذن وتشيلوا لكم شي لمبة شي لمبة 100 شمعة وشدوها وشيلوا هول عليهم وخلوا لمبة 100 شمعة لا يعني انتو رفعت انا ما عندي عمل بقى ما عندي أمل شو حياتي لا 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 خلص 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 خ